إلى ملفنا الثاني والذي نتناول فيه الملف اليمني. ففي وقت عقدت فيه بريطانيا مباحثات بشأن الملف اليمني شاملة السعودية والولايات المتحدة وكذا عمان، جددت جماعة الحوثي تهديداتها للإمارات، وقالت الجماعة إنه لن يجدي أي دعم من خارجيين للإمارات من استهداف أراضيها، مؤكدة الجماعة أنها ستعمل على تهديد أمنها بالمثل كما تفعل. وشددت جماعة الحوثي على أن الأمن ليس حكرا على الإمارات وأنها لن تهنأ بالاستقرار طالما أنها مستمرة في أعمالها ضمن التحالف العسكري ضد الحوثيين. وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام في تغريدة عبر حسابه في تويتر إن أبوظبي لا تستطيع الوقوف على قدميها إلا بعكازات أمريكية وتجهد في تسول الدعم الأمريكي، وأن ذلك لن يجديها ولن يحقق لها أي من الأمن أو الاستقرار. ويأتي استمرار تهديد الحوثي للإمارات على الرغم من إعلان الأخير على لسان مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة أن بلادها ستستمر في مسار خفض التصعيد. وقالت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة لانا نسيبة في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية: سنواصل مسار خفض التصعيد والدبلوماسية، لكن في نفس الوقت نحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا بشكل كامل دفاعيا وهجوميا في المنطقة. ورجح مراقبون أن يستمر الحوثيون في استهداف الإمارات في ظل انخراطها المباشر في دعم جماعات موالية لها في اليمن تعيق سيطرة الحوثيين على مأرب ومناطق أخرى. للحديث أكثر حول مستجدات الحالة في اليمن معنا عبر سكايب الأستاذ نبيل البكيري، الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك معنا أستاذ نبيل. مرحبا، أهلا وسهلا بك. لو بدأنا بالمباحثات التي أجرتها بريطانيا أمس بشأن اليمن، هل أسفرت عن أي نتائج حتى اللحظة؟ هو لا شك أن هذه المباحثات ليست جديدة فيما يتعلق بمسار الرباعية. الجديد فيها ربما هو دخول عمان فترة في هذه المباحثات والحكومة الشرعية، لكن أنا باعتقادي أن هذه المباحثات أيضا سبق لها وأن اجتمعت أكثر من مرة، وكانت كل قراراتها التي تخرج بها هي دعما للجهود الأممية والدولية الخاصة بإحياء عملية السلام في اليمن. لكن اليوم نحن الآن على امتداد هذه الفترة، يعني منذ كل الجولات السابقة التي كان الهدف منها هو إبرام السلام أو إبرام اتفاق السلام في اليمن كلها فشلت. اليوم أنا باعتقادي لا جديد في هذا السياق، وخاصة أنه مسار السلام وصل إلى طريق مسدود، وخاصة نعم. هل الفشل أستاذ نبيل مرده لربما أن المجتمع الدولي ينظر لليمن كملف إنساني فقط وليس كملف سياسي يتعين يعني إنهاء الحالة سياسيا قبل أن ننظر إلى الملف من ناحية إنسانية؟ هل البعد الإنساني هو الذي يفشل المباحثات برأيك؟ هو لا شك أنه هذا البعد واحد من الإشكاليات التي الحاصلة، وخاصة أنه النظر إلى الأزمة اليمنية الملف من العين من الزاوية الإنسانية نعم مبردة عن الأسباب التي أدت إلى هذه المأساة الإنسانية. أنا باعتقادي نظرة قاصرة لا تتعمق ولا تنظر في جذور الأزمة والحرب، وبالتالي تظل تراوح مكانها لأنها لا تقدم رؤية حقيقية للسلام بقدر ما تذهب إلى أعراض المشكلة وليس إلى جذورها، وبالتالي تظل أزمة الحديث عن المساعدات الإنسانية عن الوضع الإنساني وتتحول مثل هذه المؤتمرات ومثل هذه النقاشات أشبه في تقارير إخبارية ترصد الحالة وترصد الظاهرة دون أن تقدم لها حلول، وهذا ليس من اختصاص الفاعلين في صناعة السلام. نعم. أنا باعتقادي الفاعلين في صناعة السلام يجب أن يتوقفوا عن الجذور الحقيقية للحرب ويشخصونها تشخيصا دقيقا ويطرحون الحلول ويدعون كل الأطراف المعنية بأن تلتزم عند مستوى معين من تنفيذ مثل هذه الحلول. نعم. إلى أي مدى أستاذ نبيل إلى جانب المقاربة الإنسانية فقط في معالجة الحالة اليمنية أن الدول الغربية تنظر إلى أن الملف اليمني هو أحد مظاهر أزمة أكبر، أزمة إقليمية مرتبطة في
بإيران ونفوذها وتحركها وما إلى ذلك. إلى أي مدى النظرة أيضا إلى الملف اليمني باعتباره تابعا للملف الإيراني يؤخر أيضا من عمر الحلول السياسية فيه؟ هو لا شك أن طول أمد الحرب في الحالة اليمنية أدى إلى أن تتمكن إيران من استخدام الأزمة والحرب في اليمن كواحدة من أهم الأوراق التي ترفعها في وجه المجتمع الدولي وفي وجه الولايات المتحدة والغرب تحديدا. وبالتالي اليوم طول أمد الحرب 7 سنوات، اليوم داخلين في السنة الثامنة، أعطى الإيرانيين مزيدا من الوقت وأعطاهم مزيدا من القدرة على العيد في ملفات المنطقة وخاصة الملف اليمني، واستخدم كواحد من أوراق الملف النووي الإيراني. وبالتالي نحن أمام مشكلة فيما يتعلق بإعاقة عمل أي جهود حقيقية للسلام لتحول الأزمة في اليمن إلى أزمة إقليمية ودولية، وبالتالي تتعقد الأمور كثيرا ولا يوجد هناك أي مداخل حقيقية للحديث عن السلام في هذا الوقت. نعم، كيف قرأتم أستاذ نبيل جنوح أبو ظبي للحديث عن تهدئة، للحديث عن خفض تصعيد، للحديث عن وقف جزئي للعمليات هنا وهناك، بالمقابل حديث الحوثيين على العكس تماما، يتحدثون عن مواصلة الهجوم، يتحدثون عن تهديد، يتحدثون عن عكازات إماراتية يعني مرتبطة بالحالة الأمريكية، وأن مساندة أمريكا لن تساعد أو تغير من حال التهديد شيء. يعني جنوح هؤلاء للتهدئة وأولئك للتهديد، كيف يمكن قراءته في الحالة اليمنية الآن؟ هو لا شك هذه من أهم مظاهر الحالة الحوثية، أن هذه الجماعة هي جماعة تأتمر بأمر صانع القرار السياسي الإيراني، وبالتالي هي لا تمتلك قرارا مستقلا عن راسم السياسات الإيرانية. هو الذي يتحكم بهذه القرارات، هو الذي يتحكم بمثل حالات التصعيد وحالة المراوغة الدائمة لهذه الجماعة، وبالتالي هم يدركون أنهم لا يمتلكون قرارا، وبالتالي لا يستطيعون أن يقدموا رؤية واضحة ومكتملة أو حقيقية وشجاعة للأزمة والحرب في اليمن. التحالف ينطلق أنه لديه قدرة على إحداث فارق فيما يتعلق بالحرب أو السلام، لأن في حقيقة الأمر أيضا التحالف أيضا مصادر للقرار السياسي للحكومة الشرعية، وبالتالي يعني نفس الحال بالنسبة للجماعة الحوثية، هي لا تمتلك قرارا وقرارها مصادر لدى الإيرانيين، وبالتالي تبقى الأطراف اليمنية في الداخل يعني خاصة مشدودة أكثر للصراع الإقليمي أكثر مما هي ملتزمة بحيثيات الحرب والأزمة في اليمن في الداخل. نعم، هل تعتقد أن المستجدات في اليمن والهجوم على الإمارات من شأنها أن تقرب أكثر بين وجهات النظر السعودية والإماراتية، بالتالي سنشهد تنسيق أكبر على الأرض، أم أن الأجندة ستبقى مختلفة برأيك؟ هو لا شك أنه تعاظم خطر الحوثي، وخاصة أن الحوثي يصبح شماعة لدى الإيرانيين الذين يقومون بكثير من هذه العمليات، ويبادر الحوثي بحسب التوجيهات التي تصله بتبني مثل هذه العمليات، وبالتالي هذا يعزز فكرة الخطر، أي يتحول الحوثي إلى مظلة للعمليات الإيرانية، هذا خطر كبير للمنطقة. وبالتالي أيضا هو يؤكد هذه الفرضية، أنه الحوثيين كلما صعدوا بهذه الطريقة حتى ولو تصعيد إعلامي، هو يعزز فرضية أنه لا أمن للخليج إلا من خلال مدخل الحالة اليمنية، من خلال سعادة الدولة اليمنية، ضمان عودة الجمهورية والدولة والوحدة والاستقرار في اليمن. غير ذلك أنا باعتقادي ستكون التكلفة باهظة، وخاصة أنه نحن أمام انكشاف كبير لمنظومة الأمن الاستراتيجي في منطقة الخليج، ليس فقط الخليج وإنما العالم العربي كله. نعم. اليوم أصبح في مرمى التلاعبات الإقليمية والدولية، وبالتالي أنا اعتقادي واحد من إشكالات، وخاصة أن إيران اليوم أصبحت صاحبة نفوذ في العراق وسوريا ولبنان واليوم حاليا في اليمن، ولديها أيضا اشتغالات داخل المجتمع الخليجي، وبالتالي ما لم تحسم المعركة في اليمن لصالح الدولة اليمنية فسيكون وضع الخليج، كل الخليج سيكون على صفيح ساخن، وسيكون في محل خطر داهم وحقيقي في أي لحظة وحيد.
كل الشكر على وجودك معنا أستاذ نبيل البكيري، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ضمن الحديث مشاهدينا ضمن مستجدات الحالة في اليمن. نذهب الآن إلى هذا الفاصل، نعاود بعده ما تبقى من محطات برنامج أضواء على الأحداث.